في الجابون وقبل رحلة العودة إلى القاهرة بعد تعادل منتخبنا الوطني في تصفيات كأس العالم أمام المنتخب الجابوني. في الجولة الثانية من التصفيات علم الكابتن حسام البدري أنه سيرحل عن تدريب المنتخب الوطني، وصباحا في القاهرة أبلغ بهذا القرار: استقل يا بدري، لن أستقيل، أقيلوني. فأقالوه، وبعد سنتين إلا أسبوعين من تعيينه كمدير فني لمنتخب مصر خلفا لأجري يرحل حسام البدري بدون تحقيق أي خسارة، ولكن بعد أداء وصف بالسيء من جانب أغلب القطاعات سواء الرياضية منها أو حتى الجماهيرية وعلى مستويات عديدة. فرحل حسام البدري، والآن من يخلف البدري لاستكمال مشوار منتخبنا الوطني في التصفيات؟ ولكن مش ده بس المهم، مش هقول إن مش ده المهم، مش ده بس المهم، المهم هو مدير فني يقود المنتخب بكل تأكيد إلى المونديال الثاني على التوالي، ولكن أن يكون مديرا فنيا يحقق استراتيجيات. ولكن هل أساسا في الكرة المصرية استراتيجيات علشان ما يرحلش المدرب اللي جاي زي ما رحل البدري، زي ما رحل أجري، زي ما رحل كوبر، زي ما رحل برادلي، زي ما رحل شوقي غريب، وزي 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 وكل واحد هو ماشي بيتهاجم هذا الهجوم الشديد سواء حقق نجاحات أو لم يحقق؟ ده اللي لازم تفكروا فيه بعد دقائق.